طيب انت بعد ما خلصت خلاص انتهيت من حفظ القرآن الكريم عند سن 8 سنوات، من 8 سنوات لحد دلوقتي المراجعات بتاعتك عاملة ازاي ومين اللي بيراجع لك؟ انا اخي الاكبر جاب لي مصحف برايل براجع عليه، يعني هو في الاول يعني كنت روحت مدرسه النور للمكفوفين في المهندسين في شارع جامعه الدول من سنه اولى ابتدائي لحد سنه سته ابتدائي، تمام، عشان اتعلم طريق برايل ليه. فجيت بعد سته ابتدائي كنت ختمت القران وكده، فكنت كان امنيتي ان انا اكون امام وخطيب واصلي بالناس وكده، فلقيت الطريق ده مش نافع معايا، رحت محول ازهر، نقلت من اولى اعدادي في المعهد الازهري لحد يعني دلوقتي انا في الفرقه الثالثه في كليه علوم قران، والحمد لله يعني ما شاء الله امام وخطيب في مسجد يعني في ما شاء القريه الله. عندي. واخبار الدراسه ايه؟ تمام يعني ماشي معايا في الكليه يعني وكده، يعني ماشي الحمد لله يعني. انا طيب. عارفه انك بتبتهل كمان يا شيخ يوسف. نعم. طيب ما تسمعني حاجه من الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم استجب دعاءنا يا صام النبي فصام نبض فؤادي، نعم الصيام نعم الصيام، صيام طه الهادي. رمضان رمضان في البدء رحمات تسابق بالوفا، والنصف مغفرة من الجواد. في البدء رحمات والنصف مغفرة من الجواد. وختامه عتق برحمة خالقه فيها النعيم على الفؤاد. وختامه عتق برحمة خالقي فيها النعيم، فيها النعيم على الفؤاد. ينادي رمضان رمضان يا شمس الشهور وتاجها، والنصر فيك مؤزر لبلادي. رمضان من نور السماء وأجره لله ربي، والمشقة زادي. رمضان يا شمس الشهور وتاجها، والنصر فيك مؤزر لبلادي.
رمضان من نور السماء وأجره لله ربي والمشقة زادي يا رب فاقبل صومنا وصلاتنا واجمع عبادك بالحبيب الهادي سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام.